تعرف مهمتها الواجبة عليها من بين ملايين النمل. إن ما ترونه على الشاشة مخطط بناء يوجد على هذا المخطط التفاصيل الواجب القيام بها من أجل إنشاء البناء. لقد اتضحت ماهية العمل أو من سينشئه ومتى وكيف. لقد خطط ذلك مهندس ذو علم ومعرفة، قام بحساب ذلك البناء كله. لنفكر هنا بشكل دقيق ولنعد إلى النمل. ترى كيف توصلت هذه النمل إلى هذا الإنشاء ضمن هذه الخطة وليس بين يديها مخطط ولا تأخذ أي تعليمات ولا توجه من قبل موجه. تعمل الآلاف منها في الوقت نفسه لإنشاء هذه الأبنية التي تدهش العقل. لنتصور وجود أناس ليس لهم أعين ولا آذان، ولنفترض عدم أخذهم أي علم في أي مجال، ثم ليبدأ الآلاف منهم بإقامة إنشاءات دون أن يعرف كل واحد منهم ما يجب عليه فعله. إن ظهور بناء منظم بديع يؤكد لنا وجود قوة وقدرة تراقب جميع هؤلاء الناس بشكل معجز. تتحرك حشرات عمياء وصماء كالجسد الواحد، وفي النتيجة فإن قيامها بإنشاءات مكتملة التصميم والوظائف يبين لنا حقيقة واضحة هي عظمة خلق الله تعالى. وهذه هي الحال مع النمل، ألهمها هذه الأعمال كلها التي قامت بها. يقول الله تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الحيوانات الأليفة هذه المسمات الميرغات تعيش بشكل جماعي. هناك تضامن وتضحية خارقة فيما بينها، وهذا أمر هام جدا في حياتها، لأن المنطقة التي تعيش فيها خطيرة جدا، وأكثر هذه الأخطار يأتي من الجو. تنتشر هذه الحيوانات في الأراضي المحيطة لإيجاد الطعام بعد مراقبة أمينة. لكل فرد في هذه الجماعة مهمة، تتناوب الأفراد الحراسة، فبعضها يحرس بين الشجيرات لرصد الخطر القادم من خلفها، وبعضها في قمم الأشجار، وتقف الواحدة منها لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أكل أو شرب. يشعر النسر بوجودها
يطلق الحارس إشارات الإنذار التي تنبه الآخرين. تضحية بعض الأفراد تنجي المجموعة كلها. المسؤولية الكبرى للفريق تربية الصغار وحمايتها. يتناوب الأفراد فيما بينهم يوميا لرعاية الصغار، فيبقى أحدهم معها في العش، وهذه النوبة تكون بالدور كالحراسة آنفا. لا يتردد المسؤول عن الرعاية بالتضحية بنفسه من أجل الصغار. ها هنا مثال. لقد ابتعدت الميرجات عن العش لإيجاد طعام لها في هذا اليوم الصائف. عند عودتها واجهت وضعا خطيرا. لقد تربص ابن آوى بها في مدخل العش الذي يوجد فيه الصغار. تقترب إحدى الميرجات من العش لإنقاذ الصغار. هدفها منع ابن آوى من الوصول إلى الصغار في العش. خيم الظلام وما تزال الميرجات تدافع عن العش بوضع نفسها كدرع أمام الخطر. عندما انجلى الظلام ظهرت آثار المعركة التي نشبت في ظلمة الليل. لقد أبعد ابن آوى وأنقذ الصغار. لقد ضحى فرد فتي من الميرجات بنفسه وجرح جروحا بالغة. تسارع الأم بالاقتراب من هذا الجريح. الحالة سيئة للغاية. لابد لهذه الحيوانات من الخروج لأجل الطعام، ولكن الفدائي قد أثقلته الجراح، فهو يمشي بصعوبة بالغة. عندما نفدت طاقته استلقى في الحفرة. لكن الأم لا تترك صغيرها الفدائي وحده. بل تظهر وفاء مثاليا. فلا تغادر المكان حتى يغادر صغيرها الحياة.